أتيتكم اليوم لشرق بلدنا الثاني ليبيا. أتكلم عن لا شرق ولا غرب، ليبيا واحدة. أنا تواجدي اليوم في هذه المنطقة في بنغازي التي لم أعرفها في السابق يتم عند الرغبة والإرادة وكذلك تعليمات سيد رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون الذي يبلغ لكم جميعا لكل الشعب الليبي السلام وتمنياته القلبية إن شاء الله للسلام، رجوع السلام في أقرب وقت على جميع تراب ليبيا الشقيقة. كما تعرفون ليبيا والجزائر لا فرق بيننا، لا فرق بيننا، استقرار وسلام ليبيا هو استقرار وسلام الجزائر. نتمنى الاستقرار والأمن في بلدنا، بلدنا ليبيا. نتمنى أن نستمع إليكم. نأتوكم يوم يعني بواسع الصدر، قلب مفتوح لكم جميعا، لكل ليبيين والليبيين فقط، والليبيين فقط. ستجدون عند الجزائريين وعند الجزائر، كل الجزائريين هم نفس القبائل، نفس العواشر، نفس الفكرة، والمستقبل واحد. مشاكل أمنية، اقتصادية، مالية، نفطية، مع دعم الجزائر ودعم إن شاء الله كل دول الجوار. هذا هو سبب تواجدي اليوم مع أشقائي. دعوة للحكومة الليبية للمشاركة، دعوة لجميع الليبيين، لا نفرق فيه، شعب ليبي واحد موحد، هذا ما نتمنى. ونحن من جهتنا نرحب بدور جزائري، الدور الجزائري مرحب به. الجزائر دولة مهمة، دولة محورية، دولة جوار. ما يسوء العلاقات أو ما يضر ليبيا يضر الجزائر، وما يضر الجزائر إذن من مصلحة البلدين هو إعادة الأمن والاستقرار، وإن شاء الله وهذا اللقاء إن شاء الله تكون مجموعة لقاءات أخرى. شكرا لك.